يا طيبين اليوم عنا اليوم متجر جديد يا طيبين، مثل ما انتم شايفين متجر الجري اليوم عنا سكين جديد وسلاح الماك 10 جديد. اوكي يا طيبين ليك اليوم ان شاء الله رح نشوف مع بعض شوف في ما في شوف هذا الحدث الجديد ونجرب شو الاوضاع. سو قبل ما نبلش يا اساطير بقطع لا تنسوا تصدقوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام ولا تنسوا باللايكات والشيرات كذا شير اسطوري باللوز. اوكي ليديز اند جنتلمان مثل ما انتم شايفين لازم نختار مثل ما انتم شايفين الشيئين الموجودين هون امامنا السكنين يا معلم. اوكي نعمل تاكيد نقول بسم الله عندنا سكين للجميل. شو اسم السكين؟ كان اسم السكين شو كان اسم السكين؟ مو موجود اسم السكين. واسم السكين حارس الجري معلم والسلاح اسمه العين العقل. الله عين العقل معلم. اثنين ضرر مخزن ذخيره ماج 10 شكل اسطوري صراحه لو كثير شكله. قول بسم الله نقول ونلف ان شاء الله يطلع لنا شيء باول لفه لنشوف. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يلا 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 بيض يا زلمه يا زلمه بيض برو بيض يا جدك. روح اللفه الثانيه نشوف ان شاء الله الوضع راح يكون باللوز. ايه القرف ده لا حول ولا قوه الا بالله. نشوف الحظ المره الثانيه يلا ممكن تيجي ممكن ايوه اوكي الحد الاقصى للفه ثلاث مرات للحصول على جائزه. اوكي كده ماشي يلا نشوف. واي جبنا السلاح حلو جبنا السلاح يا طيبين نجرب السلاح نعمله حسن نخليه على جنب نحاول نجيب كمان السكين مشان نجرب السكين والسلاح مع بعضنا ان شاء الله بعد شوي بالتدريب. الله الله عليك الله عليك الله عليك يا جميل ايه الحلاوه دي يا سلام. طب سوني كم لفه كان باقي؟ اللفه الاخيره فيكتور يا زلمه شيل الوخم من هون. اوكي شو هاي حيوان اليف؟ ايوه هذا هو حيوان اليف الذئب مجانا. اوكي تمام هذا ممكن نحصل على هذا الحيوان الاليف السكين. اوكي هذا لانه السكين طالع بالبقلو يعني طالع على نفس السكين تبع الاحداث اللي نزلت بالمايكرا. اوكي تمام يا طيبين اوكي هذا السكين جاهز نظاراته اشياء كل شيء. هي نعمل تزويد للسكين سلاح الرشاش الماج ونحط الماج الجديد الماج 10 لنشوف. هي نعمل عرض بالسلاح كمان على عرض في الفريق ونجي لهم. يا سلام عليك يا معلم. اوكي خلينا ندخل نشوف السكين يلا على التدريب بسم الله. اوكي وهل السلاح جاهز؟ اي علقت اللعبه وات هيل شو صار؟ علقت اللعبه يا شباب شو الحظ الزفت؟ إيه مشي الحال. اوكي هات نشوف المعلم. طبعا هذا هو السكين حبيبنا مثل ما انتم شايفين. اوكي اتس اوكي لونه اسود بس لكن الشيء صراحه انا حبيت فضلت يعني يكون لو كان هذا 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 الجاكيت يكون ما بدون كان اتس اوكي ماشي حاله كان بس حاسس هذا الجاكيت هيك شوي مزعج انا شايفه بس لكن ماشي حاله حلو. اوكي بسم الله اوكي نشوف الماك الجميل هات نشوف ندرب على ادم. اوكي 144 100 اوكي والله شايفه سريع يا شباب والله ما اشبه شيء. 24 يضرب على الجسم خلينا ناخذ واحد ثاني وشوف نجربه على اللاعبين الحلوين وين هاي كانت هون ماك 10 اوكي ليتس جو ننطلق يا بسم الله هات لنشوف. السلام عليكم شكرا الاحوال يو 15 هيت شوت على الخفيف رفعت شويه الايم شاب جاب هيت شوت كمان بعيد معلم شوي اللي بياخذ من ورا اوووو وش عملت لكم فيه واو 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 لا 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 هذا معلم هذا شو صار هون؟ السلام عليكم 14 دمي ها 14 دمي يا بسم الله اوكي رجعنا عشنا من اول جديد هات لنشوف لا 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 السلام عليكم اوكي عشرينات يضرب على الجسم تمام هات لنشوف من هون اوكي شوف على الجسم مثلا تمام عشرينات يضرب حبيبنا اللزم 71 قول لي او 30 من بعد والله ماشي مش برفع شوي الام يعني واو 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 والله حلو اوكي حشيشه نام بالحشيشه بس دمي ثلاثه شباب دمي ثلاثه دمي 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 ثلاثه مان دمي ثلاثه ابو الشباب دمي ثلاثه عبي دم ما في دم ممكن اقتل واحد كل يوم دمي ثلاثه ممكن اموت ممكن اعيش ممكن اعيش لا بدي ابقى عايش والله قتلته اوه عبيتين صاحبنا دمي ثلاثه لحد الان شباب اي قتلت واحد عشان عبيتين معنا صح نعم سوري برو اوكي خلينا نجي نطلع فوقنا هون اللايكات يا طيبين ايوه تعال 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 والله ماشي مشي يا جماعه يعني والله كنت راح اموت اوه السلام عليكم اي الين 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 حبيبي الين الين يلا اقتلني ريحني اقتلني ريحني هذا راح يقتلني بالبربره انا نم ولا نم نم هلا حبيبي هلا هلا يلا على راسي والله انت احلى ناس باللوز قول لي قتلته
عن جد شيء مو طبيعي يا شباب. لحد انا بقيت عايش وقلي اقعد. بلوز. اوكي حبايب لايك بكون جربنا هذا، طبعا هذا المقطع خفيف، جربنا السلاح الجديد وبنفس الوقت السكين. اوكي اتس اوكي. سو حبايب الكلام ان شاء الله استمتعتوا بهذا المقطع الخفيف اللطيف، مش تمنى لكم يوم سعيد. اوكي اشوفكم على خير، سلام عليكم.